إلى جانب عائلته وإخوانه ورفاقه. حضوركم اليوم كإعلاميات وإعلاميين لإحياء هذه الذكرى الأربعينية تأكد الخصلة اللي فينا كمغاربة ديال الوفاء للقامات الوطنية الكبرى. سعد الواحد رحمة الله عليه ما كانش أستاذنا وأبانا وقائدنا فقط في الاتحاد، ولكن كما قلت الرجل الذي تعلم على ملوك ثلاث: محمد الخامس رحمة الله عليه، الحسن الثاني رحمة الله، محمد السادس حفظه الله، اللي عاشر وجلس وتتلمد على هؤلاء ما يمكن يكون إلا بهذا الإجماع الذي حظي به. احنا في الاتحاد سنذكر له عبر التاريخ أنه تحمل المسؤولية في ظروف صعبة في الاتحاد، سماها الله يرحمه بالانتحار الجماعي، واستطاع أن يحافظ على الحزب وأن يحافظ على وحدته وأن يوصل إلى القيادات الشابة الجديدة الأمانة. احنا كاتحاديات واتحاديين دار الوفاء لما تعلمنا عنه، أنتم شفتوا الحضور من مختلف الأقاليم كما هو الشأن بالنسبة لجنازتي. احنا مرتاحين جدا أن نرى كل المشهد السياسي، أن نرى كل طيف النقاب، أن نرى كل الحركة المجتمعية، أن نراها حاضرة معنا لإنصاف هذا الرجل الذي خدم وطنه. فرحمة الله على أخينا عبد الواحد. احتفاء بالذكرى الأربعينية لفقيد الوطن وفقيد اليسار المغربي وفقيد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ عبد الواحد الرضي مناسبة، أولا لنؤكد في حزب التقدم الاشتراكي على مكانة الرجل، لنؤكد على أنه ينتمي إلى جيل قاد المسار النضالي الديمقراطي منذ نعومة شبابه، وانتمى إلى الجيل الذي بنى مرحلة الاستقلال. وعبد الواحد الرضي كانت له منذ بداية أعماله إسهامات أساسية على مستوى الصف الوطني الديمقراطي، وكذلك كانت له روح وحدوية كبيرة، وهو الذي كان ينتمي لذلك الجيل الذي تربيت شخصيا عند انطلاقا من الأخلاق والممارسات النضالية الرفيعة التي رأيتها عنده وعند جيله من قادة الاتحاد، لكن كذلك من قادة حزبنا حزب التقدم الاشتراكية، وبالطبع الأحزاب الوطنية الديمقراطية عموما. هكذا رأينا دائما عبد الواحد الرضي وفيا لمبادئه، رجل انفتاح ورجل كان له دور أساسي في كل المراحل التي عرفها المغرب منذ حصولنا على الاستقلال. اليوم نحن في يوم وفاء ويوم الاعتراف بالجميل ويوم الوقوف عند الخصال الحميدة لهذا الرجل العظيم.